الآن وقفة مع الرسوم الكاريكاتورية. البداية برسم كاريكاتوري للفنان هاني شمس وكاريكاتير عن الدروس الخصوصية من صحيفة أخبار اليوم. إلى صحيفة الغد الأردنية والفنان ناصر الجعفري رسم كاريكاتوري عن قرار ترامب الأخير بشأن القدس الشريف وممارسات جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة. إلى الموضوع ذاته ورسم كاريكاتوري آخر من صحيفة المصري اليوم بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الكيان بريشة الفنان أنور. شأن عربي هذه المرة آخر من صحيفة البيان الإماراتية رسم كاريكاتوري عن هزائم الحوثيين في اليمن بريشة الفنان عامر الزعيمي. غير بعيد عن هذا الموضوع رسم كاريكاتوري من صحيفة عكاظ السعودية بريشة الفنان سالم الهلالي عن تبني وتمويل إيران للميليشيات الحوثية في اليمن. عن شأن جامع هذه المرة صحيفة الشرق الأوسط ورسم كاريكاتوري عن مواجهة الفساد بريشة الفنان أمجد رسمي.